بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله، الدرس 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. وتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا ما يسمى بتوارد العدد. مثلا امرأة كانت معتدة من زوج، وفي أثناء العدة وطئت بشبهة، كأن غلط بها أحد يظنها زوجته، أو بعقد فاسد والفاسد هو الذي العقد الفاسد في النكاح هو الذي اختل شرط من شروطه، كأن يكون بدون ولي أو بدون شهود، فوطئها من تزوجها في هذا العقد، لا شك أن تجب عليها عدة من الوطء، مع أنها معتدة من طلاق، فإذا صار عليها عدتان لشخصين. فإنه في هذه الحالة تكمل عدتها من الأول، فإذا فرغت منها تعتد للثاني، ولا تدخل إحداهما في الأخرى لأنهما عدتان من شخصين فلا يتداخلان. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. يجب التفريق بينهما بالنكاح الفاسد، لأنه لا يبيح المعقود عليها للعاقد لاختلال العقد. نعم. وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. إذا كانت بقيت في العقد الفاسد عند الثاني مدة فلا تحتسب، بقاؤها لا يحتسب، فيكون مدة عارضة في أثناء عدتها من الأول. نعم. ثم اعتدت للثاني. ثم إذا فرغت من عدة الأول تعتد للثاني، أنهما عدتان لشخصين فلا يتداخلان. نعم. ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. تحل للثاني بعقد جديد بعد انقضاء العدتين لعدم المانع حينئذ. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. لا يجوز العقد على المعتدة، قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أو عقد باطل. فإن فرق بينهما قبل وطء الثاني فإنها تستمر في عدة الأول، وليس لها عدة للثاني لأنه طلقها قبل الدخول. أما إن كان الثاني وطئها، إن كان الثاني وطئها، فإنها تكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني. نعم. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها. حتى يدخل بها الزوج الثاني، إذا دخل بها انقطعت عدة الأول فيفرق بينهما. نعم. فإذا فارقها
بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. نعم كما سبق في التي قبلها لأن العدة لشخصين فلا يتداخلان. نعم. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. إذا كانت معتدة وتزوجت في أثناء العدة من آخر عقد عليها آخر فالعقد باطل ويفرق بينهما. لكن إن حملت من أحدهما ووضعت حملها انقضت عدتها من صاحب الحمل. فإن كان الحمل من الأول انقضت عدتها وتعتد للثاني، فإن كان الحمل من الثاني انقضت عدتها وتكمل عدة الأول. قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. نعم. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. نعم. إذا طلق امرأة طلاقا بائنا إنها لا تحل له، قوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لكن قدر أنه وطئها يظن أنها تحل له أو أن ما دامت في العدة فهي زوجته أو ما أشبه ذلك من الأعذار، وطئها في أثناء عدتها منه بطلاق بائن وجبت عليها عدتان، عدة من الطلاق وعدة من الوطء، وكلاهما لشخص واحد، كلا العدتين لشخص واحد، فتستأنف العدة من الوطء وتدخل فيها بقية الأولى، تبدأ عدة جديدة للوطء وتدخل فيها بقية العدة الأولى لأنهما لشخص واحد فيتداخلان. نعم. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. أما إذا عقد عليها البائن بائن منه بينونة صغرى، يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ولو لم تتزوج آخر، لكن ينتظر، ويجوز أن يعقد عليها في أثناء العدة لأن الماء ماؤه، أن يعقد عليها في أثناء عدتها منه لأن الماء ماؤه. فإذا عقد عليها في أثناء العدة العقد صحيح لأن الماء ماؤه، والبينونة بينونة صغرى ليست كبرى، لكن طلقها قبل أن يدخل بها نقول الحمد لله العقد الذي حصل طلاق به قبل الدخول ليس عليها عدة ثانية، تكمل العدة الأولى ويكفي. نعم. فصل. يلزم الإحداد مدة العدة. الإحداد اللغة مأخوذ من الحد وهو المنع، ومعناه شرعا امتناع المتوفى عنها، امتناع المفارقة، بطلاق أو بوفاة، امتناعها مما يرغب فيها ويدعو إلى النظر إليها، فالمعتدة تتجنب ما يرغب فيها من الزينة والطيب والخروج من البيت إذا كانت متوفى عنها، فالإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها،
هذا هو الإحداد، وهو واجب. ينقسم إلى قسمين، الإحداد ينقسم إلى قسمين، إحداد مباح وإحداد واجب. الإحداد المباح إحداد المفارقة للحياة، مفارقة للحياة، البائن إذا طلقها طلاقا بائنا مباح لها أن تحد ثلاثة أيام، تحد ثلاثة أيام فقط، أو مات قريب لها، مات قريب لها حزنت عليه أيضا لها أن تحد ثلاثة أيام تأسفا عليه، تأسفا عليه، هذا مباح، هذا مباح إن فعلته فلا حرج، لكن ما يزيد على ثلاثة أيام. وإحداد واجب وهو إحداد المتوفى عنها مدة العدة، هذا إحداد واجب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرة أيام، فدل على أن على إباحة الإحداد ثلاثة أيام للمفارقة في الحياة، وعلى وجوبه أربعة أشهر وعشرة أيام للمفارقة للموت. والحكمة من الإحداد أولا إظهار التأسف على الزوج، وثانيا قطع الرغبة فيها، قطع الرغبة فيها ما دامت في العدة. نعم. والإحداد إنما هو في حق المرأة، إنما هو في حق المرأة، هي التي تحد، أما أن يحد الرجال هذا من أعمال الكفار، مثل ما يحدون الآن على الرؤساء وعلى كبار الشخصيات، يحدون وينكسون الأعلام ويلبسون السواد، هذا من أمور الجاهلية، ألا يجوز للمسلمين، لا يجوز الإحداد إلا على الزوجة، على زوجها، أما الإحداد على الرؤساء وإحداد الرجال يلبسون السواد نكسون الأعلام يعطلون الدوائر، هذا من أمور الجاهلية ولا يجوز للمسلمين أن يفعلوه. نعم. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها، يلزم يعني يجب على كل متوفى عنها زوجها، كل متوفى عنها زوجها للحديث. نعم. كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، إذا كان النكاح صحيحا مستوفيا للشروط، أما النكاح الفاسد فهذا لا يوجب الإحداد. نعم. لو مات عنها، لو مات الذي عقد عليها عقدا فاسدا مات لا تحد عليه. نعم. ولو ذمية، يلزم الإحداد حتى الذمية إذا مات زوجها المسلم، لعموم الحديث إلا على زوج، يشمل زوج المسلمة وزوج الذمية. نعم. أو أمة، أو أمة مزوجة ومات زوجها، يلزمها الإحداد أيضا، وعدة الأمة كما سبق شهران وعشرة أيام، يلزمها الإحداد مدة العدة. نعم. أو غير مكلفة، أو كانت الزوجة غير مكلفة بكونها صغيرة، بكونها لم تبلغ ومات زوجها، مات زوجها وهي لم تبلغ، يلزمها الإحداد لعموم الحديث كما تلزمها العدة لعموم الحديث. نعم. ويباح لبائن من حي، يباح الإحداد القسم الثاني وهو الإحداد المباح، يباح للبائن أي المطلقة طلاقا بائنا من حي في مدة العدة،
ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر، لكن ما تزيد على ثلاثة أيام، ما تزيد على ثلاثة أيام. نعم. ولا يجب على رجعية، الرجعية لأنها زوجة، فلو مات زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا فإنها لا يلزمها الإحداث، تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام لكن لا يلزمها الإحداث. نعم. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة. نعم. وإن كانت تلزمها العدة، الموطوءة بشبهة تلزمها العدة لكن لا يلزمها الإحداث. نعم. وموطوءة بشبهة أو زنا، هذا أولى، الزنا ما يوجب، هو يوجب العدة لبراءة الرحم ولكن ما يوجب، ما يشرع لها الإحداث لأنه غير زوج. نعم. أو في نكاح فاسد أو باطل، لأنه في جميع هذه الصور ليس زوجا، وما دام أنه غير زوج فلا يشرع الإحداث له. نعم. أو ملك يمين، أو ملك يمين إذا كان يتسرى بأمته ومات، إذا مات سيدها الذي يتسرى بها ويقعها بملك اليمين يلزم الاستبراء كما يأتي، يلزم الاستبراء لكن ليس عليها إحداث لأنها ليست زوجة إنما هي ملك يمين. نعم. والإحداث لما بين من يباح لها الإحداث ومن يجب عليها أراد أن يبين ما هو الإحداث شرعا. نعم. والإحداث اجتناب ما يدعو إلى جماعها. نعم. أو يرغب في النظر إليها. نعم. ويتلخص في هذا الأشياء، أولا تجنب الزينة في بدنها والزينة في لباسها والزينة في حليها، فتتجنب هذه الأشياء، تتجنب الزينة، زينة الحلي وزينة اللباس وزينة البدن، بأن تختضب وتعمل أشياء تجمل بدنها. نعم. هذا واحد، تجنب الزينة. الثاني تجنب الطيب، تتجنب الطيب مدة عدتها لأن الطيب يرغب فيها، تتجنب جميع أنواع الطيب في بدنها أو ثوبها. الثالث يلزمها المكث في بيت الزوجية، البيت الذي توفي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه كما يأتي إلا لحاجة في النهار. نعم. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة، من الزينة بجميع أنواعها، زينة البدن وزينة اللباس وزينة الحلي. نعم. والطيب، والطيب بجميع أنواعها، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بالعطر ولا بالأدهان المطيبة أو الشراب المطيب. نعم. والتحسين، وتتجنب التحسين، تحسين بدنها بالأصباغ والكحل و... نعم. والحناء، لأنه زينة، الحناء الخضاب زينة. نعم. وما صبغ للزينة، إيه نعم، لأنه ما صبغ للزينة من الثياب فتجنبه، أما ما صبغ لغير الزينة فلا بأس. نعم. وحلي، نعم، وحلي، إيه نعم، ولا تلبس الحلي، وإن كان عليها حلي من قبل تخلعه مدة العدة. نعم. وكحل أسود، وكحل أسود لأنه من التجمل، أما الكحل الأبيض هذا لا بأس به. نعم. لا توتيا، توتيا، لا توتيا، لا تمنع من أن لا تمنع من أن تداوي عينها، أن تداوي عينها بالتوتيا أو بأنواع الأدوية التي لا تترك أثرا جميلا، لا تترك أثرا جميلا في العين، يباح لها أن تقطر
القطرة بعينها يباح لها أن تستعمل التوتية المعروف عند النساء، وتستعمل تضع في عينها المرهم، ما تحتاج إليه للعلاج، لأن هذا ليس من الزينة، الزينة في الكحل، كحل الأسود. نعم. لا توتيا ونحوها، ولا نحوها من الأدوية في العين. نعم. ولا نقاب، ولا تمنع من لبس النقاب أو لبس البرقع، وإن كان فيه نوع من الزينة وتبدو منه العينان لا تمنع من ذلك، لأن هذا ليس من الزينة المقصودة. نعم. وأبيض ولو كان حسنا، لا تمنع من لبس الأبيض الذي تلبسه النساء، لأما الأبيض الذي هو من ملابس الرجال فلا يجوز لها أن تلبسه، تكون متشبهة بالرجال. لكن هناك أقمشة بيضاء للنساء يجوز لها أن تلبسها، لأن جمالها ليس من التطريز وإنما من خلقتها كذا، فالإبريسم و... نعم. وأبيض ولو كان حسنا، لأن حسنه ليس من تطريزه وإنما حسنه من مادته كالإبريسم مثلا. نعم. والمراد بالأبيض الأبيض الخاص بالنساء لا الأبيض الذي خاص بالرجال. نعم. فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. هذا هو الحكم الرابع من أحكام الأحداث، وهو مكثها في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه، إذا مكنت من ذلك. أما لو أخرجها الورثة أو البيت مستأجر وتمت مدة الإجارة، أو حولها منه ظالم، أو لا تستطيع البقاء فيه لأنها تستوحش وحدها فيه، إذا كان تحولها منه لعذر فلا بأس، أما إذا تمكنت من البقاء فيه فيجب عليها ذلك. نعم. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. وحيث وجبت يعني حيث توفي زوجها وهي فيه. نعم. فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت. إذا حولت من البيت، إما حولت منه قهرا دون اختيارها، أو بحق أن البيت مستأجر وانتهت مدة الإجارة تتحول منه، أو كانت تستوحش فيه وحدها وتخاف على نفسها. نعم. انتقلت حيث شاءت. حيث شاءت من البيوت، ما يخصص بيته دون بيت، تنتقل إلى البيت الذي يلائمها ولو كان في أقصى البلد، إلى البيت الذي يلائمها في البلد. نعم. ما يقدر تطلع من بيت إلى بيت مجاور أو في الشارع نفسه أو في الحارة نفسها، لا ما يلزمها. نعم. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. يباح لها الخروج لحاجتها في النهار، كان تشتري حاجة لها أو أنها موظفة أو طالبة، لحاجة بلا شك، مواصلة الدراسة، العمل الوظيفي، لحاجة، لكن في النهار تخرج إليه في النهار، أو تشتري حوائج لها، ما عنده من يجيب لها الحوائج تخرج، أو إن معيشتها تتعلق بالبيع والشراء والعمل، ما يعني هي تحترف وتأكل من حرفتها، ما نقول لها لا عطلي العمل وجلسي في البيت، بل تستمر في العمل، موظفة لو منعت انقطع عنها الراتب لا بأس. نعم. تخرج لكن في النهار. نعم. ولا الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. أما في الليل فلا يجوز لها الخروج، بل تبقى
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمحدات الاجتماع في النهار والمؤانسة بينهن، ثم ترجع في الليل كل امرأة إلى بيتها. نعم. وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها. الإحداد واجب، الإحداد واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإذا تركته من غير عذر أثمت لأنها تركت واجبا. نعم. وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. إيه نعم، العدة تصح تتم ولو كانت ما أحدت، إما لجهلها أو عدم مبالاتها فتأثم على تركه، لكن العدة صحيحة. نعم. باب الاستغفار. أو ما درت موت زوجها إلا بعد ما مضت 10 أشهر وعشرة أيام انتهت العدة، لأن العدة تبدأ من الوفاة لا من العلم. لو قدرنا أن ما علمت إلا بعد مضي 4 أشهر وعشرة أيام أو أكثر، نقول هذه خارجة من العدة. والإحداد نقول الإحداد يسقط بمضي زمنه. نعم. باب الاستبراء. لما فرغ من العدة وأنواعها بالنسبة للزوجات، بالنسبة للزوجات الحرائر أو الإماء، انتقل إلى المملوكة، المملوكة التي توطى بملك اليمين، توطى بملك اليمين، فهذه تستبرأ، لا يطعها مالكها إلا بعد أن يستبرئها، يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا من غيره، يحصل اختلاط الأنساب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فإذا ملك أمة سواء بالشراء أو بالإرث أو بالهبة أو بالسبي في الجهاد فصارت من نصيبه، فإنه لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها، تستبرئ رحمها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى في سبي أوطاس، قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. نعم. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما. إذا ملكها درجت عليه من صغير يجب عليه أن يستبرئها، ولو كان مالكها الأول صغير ما يمكن أنه يطأ، ما يمكن أنه يطأ، نقول ولو كان يستبرئها، ما يدرى، ربما يكون حظر إن أحد، ربما يكون أحد أنه وطئها فيستبرئها، إذا ملكها يستبرئها، ما قبله يملكه ما يعني من بداية ملكه لها يستمتع بها ويتسرى بها، لا، ولو كانت درجت عليه من صغير أو درجت عليه من امرأة أو غير ذلك. نعم. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر، يعني ملكها من صغير، ملكها من صغير، شراها منه أو ورثها منه أو وهبها الصغير أو وهبت له. نعم. من صغير وذكر وضدهما. من صغير وكبير، يعني ضدهما، ضد الصغير الكبير، ذكر ضده الأنثى، ملك الأمة من أنثى يستبرئها. نعم. حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. الوطء والمقدمات من الاستمتاع والقبلة واللمس وغير ذلك حتى يستبرئها، لأن تحيض حيضة إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن من ذوات الحيض فبمضي شهر
وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. نعم. واستبراء الحامل لوضعها، قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا عام في الزوجات وفي الحرائر وفي المملوكات. نعم. ومن تحيض بحيضة. نعم. واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة. والتي وغير الحامل إن كانت تحيض فبحيضة واحدة. نعم. والآيسة والصغيرة بمضي شهر. إذن صار الاستبراء على ثلاثة أنواع: استبراء بوضع الحمل من الحامل، واستبراء بالحيضة الواحدة من ذوات الحيض، استبراء